تحت رعاية سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي، أقيم صباح اليوم حفل تخريج إحدى دورات المستجدين والمستجدات بالحرس الملكي. بدأ حفل التخريج بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم قدم عرض عملي من قبل الخريجين والخريجات اشتمل على المسير العسكري البطيء والسريع، كما تم تقديم إيجاز عن الدورة وما تضمنته من برامج نظرية وعملية وتطبيقات وتمارين نفذت خلال مراحل انعقاد هذه الدورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان ويا أخواتي، مريتوا بوقت صعب، مريتوا في تدريبات جادة، ولكن في نهاية هذا الأمر أنا متأكد من شعوركم الآن، متأكد من شعور أهاليكم ومحبيكم، ومتأكد إن بفضل الله سبحانه وتعالى وبدعم قيادتنا الرشيدة وعلى رأسهم سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قائدنا الأعلى، أن هذه المهمة راح تتواصل، نتوارثها جيل بعد جيل. أمانة المدربين اللي دربوكم حسن التدريب وسخروا وقتهم لكم وسهروا الليل معاكم وجلسوا من أول الفجر معاكم، إلا أنهم حريصين على أن هذه النوعية هي النوعية اللي راح تستحق هذه البريهة، وراح تستحق هذا المكان، وراح تستحق هذه الأمانة. لا تنسون باتجاه اليمين من الخريجين نجد صرح الشهداء، صرح الأبطال من هذه الوحدة، وهالشهداء وهؤلاء الأبطال الذين ذادوا أرواحهم دفاعا عن الدين والحق، وقفوا نفس مكانكم اللي انتوا واقفينه، وحسوا بنفس الشعور اللي انتوا حسيتوا به، ومروا بنفس التدريبات اللي مريتوا فيها. فأرجو منكم انكم انتوا تعرفون مكانة هذا العمل، عن أهمية هذا العمل، وأرجو منكم أيضا انكم تشوفون للمستقبل ومستقبلكم بالاخص، تكونون محترفين في عملكم، تكونون ابطال لهذا البلد، وتواصلون هذه المسيرة، وتواصلون هذه الامانة. هذا العمل يا اخوان ويا اخواتي اصبحت مهمتنا كبيرة والجدية فيها عالية، فأرجو منكم التحلي بها والتحلي بالصبر والقوة والعزيمة والإرادة، وانكم بعد فترة وجيزة تمررون هذه الخبرة وهذه المعلومات للذين راح يوقفون مكانكم من الخريجين ومن القادمين من أبطال من أبناء وبنات مملكة البحرين. وأيضا أريد أن أخاطب الأهالي الموجودين معانا اليوم، أبغى أقول لكم بس شيء واحد: افتخروا بهالرجال
وافتخروا بهالنساء لأنهم قاموا بأعمال بطولية واستحقوا مكانتهم بكل جدارة وإصرار. شكرا مرة ثانية. وخلال الاحتفال أدى الخريجون والخريجات القسم القانوني، وبعدها تفضل سمو قائد الحرس الملكي بتوزيع الشهادات على الخريجين والخريجات والجوائز التقديرية على المتفوقين في الدورة. بهذه المناسبة أشاد سمو قائد الحرس الملكي بالروح المعنوية العالية التي لمسها من الخريجين والخريجات والمهارات العسكرية التي اكتسبوها خلال الدورة، حيث قدم سموه الشكر إلى مدربي الدورة على الجهود الطيبة التي بذلوها للوصول بالمستوى الاحترافي المتميز الذي ظهرت به الدورة. كما حث سموه الخريجين والخريجات إلى مواصلة بذل الجهد والمثابرة للتحصيل العسكري، متمنيا لهم وللجميع التوفيق. حضر الحفل اللواء الركن محمد عبد الله الأحمد مدير شؤون الضباط والأفراد، واللواء الركن صلاح راشد السعد مدير التدريب العسكري، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية وأهالي الخريجين.